ميدان التحدي، ميدان الشحنية في هذا الصباح، وشعارات يا أبناء القبائل وسن اللقاية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 20 الخاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بي كاب، نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. هنا منجز بشعار محمد بن ناصر بن سعيد العيدة، يقدم لنا منجز مع البداية ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصل القادم منذر بشعار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري، يتقدم مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل مشكور محمد بن متعب بن حمد المنخس، يقدم لنا مشكور مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل هنا الناعس بشعار محمد بن سلطان المالكي، يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل الفاتن بشعار راشد بن علي بن محمد الصحاق، يقدم لنا الفاتن مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى منجز محمد بن ناصر بن سعيد العيدة، يقدم لنا منجز مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. يبحث عن الإنجاز وعن الفوز والانتصار منجز بشعار العيدة محمد بن ناصر بن سعيد العيدة. ثاني المراكز وصل القادم منذر حسين بن علي بن حسين أبا السيقان، يقدم لنا منذر وحذاري من منذر، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل مشكور محمد بن متعب المنخس، يقدم لنا مشكور مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز من الجانب الآخر يتقدم الدكتور حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة، يتقدم مع دكتور مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز وصل الفاتن راشد بن علي بن محمد الصحاق، يقدم لنا الفاتن مع رابع إلى أسماء ورابع التحديات. خامس المراكز الناعس محمد بن سلطان المالكي، يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية منجز على المقدمة محمد بن ناصر بن سعيد العيدة، يقدم لنا منجز مع البداية مع أول الأسماء وأول التحديات. منجز بشعار محمد بن ناصر بن سعيد العيدة 2 كيلومترات، ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار يا العيدة، ما تفصلنا عن التويوتا لاند كروزر بيك اب. منجز على الصدارة محمد بن ناصر العيدة. ثاني الأسماء وصل منذر حسين بن علي بن حسين أبا السيقان، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل الفاتن راشد بن علي بن محمد الصحاق المري، يتقدم مع ثالث المراكز. رابع المراكز وصل متوكل بشعار محمد بن حامد بخرايط العامري، يتقدم بخرايط مع رابع المراكز ومع متوكل مع رابع الانطلاقات. خامس المراكز الناعس محمد بن سلطان المالكي، يقدم لنا الناعس مع خامس الأسماء، ولكن أرى الشعارات، أرى سيل جارف غادم من الصفوف الخلفية، غادمة الأسماء، غادمة الشعارات من أجل الفوز، من أجل الانتصار. التويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية والصدارة والانطلاق الأول. هناك منذر حسين بن علي بن حسين أبا السيقان، يتقدم مع البداية، ولكن غير الناعس، ينطلق محمد بن سلطان المالكي، يقدم لنا الناعس بخرايط من الجانب الآخر، ينطلق مع متوكل محمد بن حامد.
محمد بن حامد ابو خرايط العامري ينطلق مع متوكل الصحاق مع ثاني الاسماء راشد بن علي بن محمد الصحاق ثالث المراكز وصل الناعس محمد بن سلطان المالكي رابع المراكز وصل شجاع راشد بن سعد بن سلطان المسيفري ابا السيقان قادم وايضا نرى القادم وصل الطياري حمد بن حامد العديني يقدم لنا الطياري الله 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 وصلت الاسماء وصلت الشعارات التيوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية بو خرايط العديني العديني غير وانطلق الى الصدارة مع الطياري حمد بن حامد بن حميد العديني يقدم لنا الطياري بو خرايط من الجانب الاخر مع متوكل محمد بن حامد بو خرايط العامري ثالث المراكز وصل شديد مطر بن جمعة بن مصبح الخيالي ولكن الصدارة الصدارة الانطلاق الاول الله 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 الطياري حمد بن حامد بن حميد العديني يقدم لنا الطياري التيوتا لاند كروزر بيك اب مع الطياري حمد بن حامد العديني العديني مع الفوز مع الانتصار تهانينا والناموس لمالك الطياري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار حمد بن حامد العديني تهانينا والناموس لحظة وصول الطياري الى خط النهاية ثاني المراكز وصل متوكل محمد بن حامد بو خرايط العامري ثالث المراكز ثالث المراكز كان شديد مطر بن جمعة بن مصبح الخيلي رابع المراكز رابع المراكز شجاع راشد بن سعد بن سلطان المسيفري خامس المراكز كان الفاتن راشد بن علي بن محمد الصحاق المري مشاهدينا متابعينا الاعزاء هكذا هي التحديات المنافسة على ارضية ميدان الشحانية تهانينا والناموس لمالك الطياري حمد بن حماد العديني تهانينا والناموس لحمد بن حماد العديني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والتوقيت الزمن حتى الوصول الى خط النهايه 7:30 وعشرين جزء من الثاني تهاني الناموس لحمد بن حماد بن حميد العديني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني المراكز كان ثاني المراكز كان هناك متوكل والتوقيت الزمني 7:32:32 من الثاني تهنى مسلم محمد بن حماد بو خرايط العامري ثالث المراكز كان شديد والتوقيت الزمن حتى تصل الى خط النهايه 7:33:56 من الثاني تهنى ناموس لمطر بن جمعه بن مصبح الخيلي فتهانينا والناموس للجميع.